السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جبت لكم واحد الخبر اللي صار اللي فرحني انا وغادي يفرحكم حتى نتوما وغادي يفرح كاع الناس اللي محتاجين بخصوص الدفعه الثالثه. كيف ما كتعرفوا كثر عليها الجدل، كاين اللي كيقول راه كاينه، كاين اللي كيقول ما كايناش، كاين اللي كيقول كاينه ولكن ما عرفناش امتى. درت فيديو كنت قلت لكم بلي غتكون 15 شهر 6، داكشي اللي كانوا قالوا في الاول لكن ما خرجاتش. كيف ما كتعرفوا جريده هيسبريس اللي معروفه وكتعرفوها كاملين حتى هي متبعه الاخبار هذه، وخرجت واحد المقال كتقول فيه بلي ان مصدر حكومي اكد لها ان وزاره الماليه والاقتصاد واصلاح الاداره انها غادي تصرف الدفعه الثالثه الاسبوع المقبل، يعني يمكن غادي تكون في 15 شهر 7. وغادي نخلي لكم اللين ديال المقال ولا الرابط ديال المقال في الوصف، دخلوا شوفوه وتاكدوا بانفسكم. ونتمنى ان الناس اللي كيبقاو يكذبونا ولا المهم كيسبوا ولا كيخسروا الهضره، دخلوا تاكدوا بانفسكم. راه جريده هيسبريس راه معروفه، وما غاديش جريده كبيره بحال هذه غتجيب هذا الخبر الزائف ولا شي حاجه، بالخصوص انها بحال هذه الاخبار حساسه، يعني شي حاجه اللي كتقيس المواطن الضعيف راه اخبار حساسه، يعني ما غاديش تنوض هي تكذب فيها. كيف ما قلت لكم راه قالت ان مصدر حكومي تواصلت معاه واكد لها ان الدفعه الثالثه غادي يتم الصرف ديالها الاسبوع المقبل، يمكن غادي تكون 15 شهر 7، وقالت بلي غادي تكون مواكبه طيله السنه، يعني يقدروا يكونوا الاسر اللي معوزه ومضره ولا الناس اللي ما عندهمش يقدر يكونوا لهم عندهم شي منح. مازال ما عرفتش، المهم مازال ما تاكدت حتى حاجه مع القانون اللي خرج ديال الماليه الجديد. المهم هذا ما كان، ونتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو وتابوناو في لاشين، واكثر حاجه ديروها بارطاجيو الفيديو، واخا تيليشارجيوه وبارطاجيوه في فيسبوك ما عنديش مشكل، تفرحوا الناس. وغنخلي لكم لين في الديسكريبسيون. تهلاو فراسكم.